بعض بعض الاستفسارات تخطر في بال العديد منا يعني حول جدية وأهمية يعني الحصول على هذا الاعتراف، وماذا يعني على الأرض يعني سيحدث ذلك من تغييرات تحديدا في ظل التهديدات الإسرائيلية وفي ظل الصرف الإسرائيلي. يعني حينها ها يعني في حال حصولنا على هذا الاعتراف وإن شاء الله يعني سنحصل على ذلك، ستجد نفسها إسرائيل في مواجهة القانون الدولي. القيادة الفلسطينية بكل الإمكانيات تسعى لبذل كل جهد ممكن من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين كعضو في هيئة الأمم المتحدة. حينها إذا تحقق ذلك، ونأمل أن يتحقق ذلك، ستكون إسرائيل في مواجهة القانون الدولي. إسرائيل ستكون محتلة لدولة معترف بها دوليا، وهذا يعني انتصار للشعب الفلسطيني وانتصار للدبلوماسية الفلسطينية، وهذا يتزامن أيضا مع معركة الصمود والمواجهة الذي نخوضها مع الاحتلال الذي يصعد من إجراءاته بالآونة الأخيرة ضد شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات نهارا وليلا في كل المحافظات، وأيضا يحاصر قطاع غزة وينتهك المحرمات ويبني المستوطنات وأيضا الجدار، ويعني كل هذه التفاصيل الذي يحاول من خلال الاحتلال فرض وقائع على الأرض تثقل كاهل الشعب الفلسطيني، هذا لن يثنينا عن مواصلة مشوار النضال المستمر منذ يعني عشرات السنوات حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس الشريف. نأمل أن تكون أزمة عابرة. ما يشاع حول يعني عدم جدية وجود أزمة هذا كلام عاري عن الصحة. حقيقة هناك أزمة مالية تعاني منها السلطة، وأيضا القيادة والحكومة الفلسطينية تبذل كل جهد مستطاع من أجل تأمين كل ما هو مطلوب، تحديدا الدول الملتزمة معنا وعليها استحقاقات إن شاء الله قريبا ستلتزم، وهناك مساعي جدية من القيادة الفلسطينية من الرئيس أبو مازن ومن الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض لتأمين الأموال المطلوبة لتغطية هذا العجز، وإن شاء الله يعني الأزمة ستفرج قريبا.